السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب فيكم. اليوم راح نحل المهمة المحوسبة اللي قدامكم هاي، اللي هي بتحكي عن موضوعين: النسبة والتناسب، ومثلث متساوي الساقين زي ما انتم شايفين. إذا بتحكي عن النسبة والتناسب، مكسر الرسم، مثلث متساوي الساقين. بالبداية أنا حاطط هون مجموعة فيديوهات، اللي هي الفيديوهات الموجودة عندكم، اللي لما نشوفها راح تساعدنا في حل المهمة. بداية نكتب اسم الطالب، نختار الصف، تمام. نيجي للسؤال الأول: ما هي النسبة بين عدد المستطيلات؟ ننتبه إنه الترتيب طبعا اللي دائما نحكي المستطيلات المخططة وغير المخططة. إذا بالأول بعد المخططة، المخططة هي واحد اثنين ثلاثة المخططة، والغير المخططة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا النسبة هي ثلاثة إلى أربعة. وننتقل للسؤال اللي بعده، هذا كان السؤال الأول. ننتقل للسؤال اللي بعده. طبعا السؤال اللي بعده كمان حاطط هنا فيديو اللي بيحكي عن اختزال وتوسيع النسب، اللي طبعا هذا الموضوع اللي راح نحكي فيه هون. اقرأ التمارين الآتية ثم أجب عن الأربع بنود. نيجي على البند الألف، طبعا هون مطلوب منا إيش؟ اختزل النسب التالية أبسط صورة، ولازم نكتب كمان النسبة بصورة صحيحة بالنقطتين اللي في النص. نيجي على ألف 18 إلى 45. 18 إلى 45 بندور على أكبر عدد بيقسم على 18 و45، ممكن نقول 9، صح؟ فإذا بنيجي بنقول 18 تقسيم 9 هي 2. 18 تقسيم 9 هي 2، و45 تقسيم 9 حتى نحسب على الأقل الحاسبة. 45 تقسيم 9 قد إيه؟ 45 تقسيم 9 بيعطينا 5، فالجواب هو 2 إلى 5. 2 إلى 5، فبنكتب هون يا جماعة على ألف 2 إلى 5 بهالطريقة هاي. كبر الشاشة، أيوة تمام. نيجي ل 30 إلى 33 اللي هو البند ب. 30 إلى 33 أكبر عدد هو 3، ما في أكبر من 3. ف30 تقسيم 3 هي 10، و33 تقسيم 3 هي 11. الجواب 10 إلى 11. بنيجي لجيم، أكبر عدد هو 12. أكبر عدد هو 12، ف12 تقسيم 12 1. نيجي بنرجع 96 تقسيم 12، نفتح الآلة الحاسبة. 96 تقسيم، أو لا، 96 تقسيم 12 8، فمعناتها 1 إلى 8. نيجي على آخر بند دال 35 إلى 75، ما في عدد أكبر من 5، نقول 35 تقسيم 5 هي 7، و75 تقسيم 5 هي 15. إذا 7 إلى 15، الجواب 7 إلى 15. بننتقل للسؤال اللي بعده. اقرأ التمارين، اقرأ التمرين التالي ثم أجب عن البنود التي تليه. في باقة يوجد 18 زهراء، 12 حمراء، 6 بيضاء. خلينا نحل بالترتيب. ألف، ما هي النسبة بين عدد الأزهار البيضاء وعدد الأزهار الحمراء؟ طبعا البيضاء معروفة عندنا اللي هي 6، والحمراء 12. ولاحظوا إنه مش طالب منا نختزل، فهو طالب منا ممكن نكتب 6 إلى 12 عادي. بألف صفر، نيجي هون 6 إلى 12، 6 إلى 12 هذا بألف. ب، ما هي النسبة بين عدد الأزهار الحمراء وعدد كل أزهار الباقة؟ الحمراء طبعا زي ما مكتوب عندنا بالمعطيات هي 12، وكل الأزهار هي 18.
فنكتب في باء 12 إلى 18. نيجي على جيم، ما هي النسبة بين عدد الأزهار البيضاء وعدد أزهار كل الباقة اللي هي 6 البيضاء وكل الباقة هي 18؟ ف6 إلى 18 سؤال سهل أظن. جيم 6 إلى 18، جيم جدا مهم. طبعا الجواب هو 6 إلى 18. طيب 6 إلى 18 إيه، وفي عندي أجوبة 3 إلى 9 و1 إلى 3. هل هذول الثلاث نسب متساوية؟ لو جيت أنا 6 إلى 18، 6 إلى 18 قررت إني أختزلها وأقسم على 3 في الجهتين، فقسمت ال 6 على 3 وقسمت ال 18 كمان على 3، فشو النسبة اللي راح تطلع عندي؟ 3 تقسيم 3 2، 18 تقسيم 3، 18 تقسيم 3 6، ف 18 تقسيم 3، نيجي على الآلة الحاسبة 18 تقسيم 3 6، فبيطلع عندي 2 إلى 6. طيب كمان مرة، 6 إلى 18 هو الجواب اللي طلع معنا، 6 إلى 18. كنا لو قررت أقسم على 2 الجهتين على 2، لو قررت أقسم على 2 الجهتين ف6 تقسيم 2 3، و18 تقسيم 2 9، فبيطلع معي 3 9 اللي هو الجواب الثاني. طب بما انه الجواب الاول صح والثاني صح، معناتها الجواب الوحيد اللي بينفع يكون صح وكل الاجابات صحيحه. نكمل. هنا بنحكي عن مثلث متساوي الساقين، وزي ما انتم شايفين في فيديو عن مثلث متساوي الساقين قدامنا. طيب معطى الشكل التالي اللي شايفينه A B C مبين انه A B و A C متساويات وزاوية B 64، بقول لي اكتب فقط بالارقام ايش مقدار زاوية A. طيب زاوية A يا جماعة هي زاوية الرأس. طب انا بعرف انه زاوية C هي كمان 64، لانه زاوية زوايا القاعدة متساوية، فزاوية C كمان 64. وزاوية الرأس اللي هي A هي عبارة عن 180 كل مجموع زوايا المثلث من نقص منها 64 كمان 64، اللي بتطلع طبعا 52، بتطلع 52 طبعا يساوي 52. فالجواب هون 52. نكتب فقط في الارقام عشان هذا التصليح اوتوماتي، لازم نكتب بس بالارقام عشان المحشر يعرف انه احنا حلينا صح. نيجي لتحت اكتب زاويه بي اللي حليناها، او طبعا زاويه بي نقصد هون زاويه سي كمان 64، فبنكتب 64 وهيك بنكون حلينا. وفي اخر سؤال صحيح وغير صحيح نمشي لإله. المثلث المتساوي الساقين ومثلث فيه ضلعين متساويين، مظبوط. في مثلث متساوي الساقين جميع الزوايا متساويه دائما، لا مش دائما، انا بكفيني انه يكون زاويتين من زوايا القاعده متساويات. مجموع زوايا المثلث 180 درجه، طبعا صح. في مثلث مجموع كل ضلعين اصغر من الثالث دائما، بالعكس لازم يكون اكبر من الثالث، فغير صحيح. واخر سؤال، في مثلث متساوي الساقين ارتفاع على القاعده يتوسطها وينصف زاويه الراس، هذا طبعا صحيح. انهينا، نشوف العلامه 51 51. راح اضع رابط هذه المهمه تحت في وصف الفيديو، ويعطيكم العافية وبارك الله فيكم على حسن الاستماع.